السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الخامس سنة ابتدائي، إن شاء الله مكملين مع بعض حل امتحانات كتاب المعاصر. معانا شباب امتحان نمبر 12 بيج 91. نبدأ بسم الله بالسؤال الأول. Complete the following number 1. Nitrogenous substances are not and not. المواد النيتروجينية يا شباب عبارة عن إيه يا أولاد؟ اليوريا واليوريك أسيد. Number 2. Water and not break down rocks into small pieces. الماء وإيه يا ولاد اللي كان بيكسر الصخور إلى أجزاء صغيرة؟ هقول يا ولاد water and wind والرياح. Number 3. Blood consists of الدم يا ولاد بيتكون من إيه يا شباب؟ بيتكون من red blood cells وإيه يا ولاد؟ والwhite blood cells وكمان عندي يا ولاد إيه البلازما وكمان blood platelets. Blood platelets الصفائح الدموية. يبقى الدم يا شباب بيتكون من ايه يا ولاد؟ من اربع حاجات. ايه هما؟ red blood cells, white blood cells, plasma and ايه ولاد؟ and blood platelets. 4. The rise in temperature of moving parts of machine is due to ارتفاع درجة حرارة يا ولاد الاجزاء الايه يا ولاد؟ الاجزاء الالات المتحركة بسبب ايه يا ولاد؟ قوى الاحتكاك الفريكشن. ايه يا ولاد؟ فريكشن فورس قوى الاحتكاك. السؤال اللي بعد شباب واللي جيف ريزون نمبر 1. The skin is the one of excretory organs. الجلد يا ولاد يعتبر احد اعضاء الاخراج. ليه يا ولاد؟ لانه طبعا بيخلصنا من ايه يا ولاد؟ من الماء والاملاح الزائده. هقول له شباب because it gets rid of يعني بيخلصنا يا ولاد ها from get rid of ايه يا ولاد excess salt and excess water in the form of sweat. لانه بيخلصنا يا ولاد من الاكسس سولت الملح الزائد and excess water والمياه الزائدة in the form of sweat على شكل عرق. تاني شباب because it gets rid of excess salt and excess water in the form of sweat. Number 2. Rockets and aircrafts have streamline shape. الروكتس يا ولاد الصواريخ والايركرافتس المركبات الفضائية عندها شكل انسيابي streamline shape. ليه يا شباب؟ to decrease air lead to decrease air resistance عشان يقلل مقاومة الهواء by decreasing air lead surface area so its speed increase. هيقولوا شباب to decrease air resistance by decreasing surface area so speed increase. يبقى عشان ايه يا ولاد؟ اقلل مقاومة الهواء عن طريق ايه يا ولاد؟ تقليل مساحة السطح وبالتالي سرعة الصاروخ او المركبة الفضائية يا ولاد increase. تاني يا شباب to decrease air resistance by decreasing surface area so speed increase. Number 3. بقول يا شباب the soil is the main component of environment. السويل يا شباب هو المكون الاساسي للبيئة. يبقى هنا يا شباب بيقول لي السويل is the main component او المكون الاساسي يا اولاد في البيئة في الانفايرمنت. اقول يا شباب because it necessary for plant growth لانها مهمة لنمو النباتات. من غير السويل يا اولاد النبات مش هنقدر نزرع نبات. يبقى because it necessary for ايولاد for plant growth and animals and ايولاد and for animals and human that eat ايولاد these plants. وكمان مهمة للحيوانات والإنسان اللي هم ايولاد بياكلوا أو بيتغذوا على هذه النباتات. يبقى تاني شباب because it necessary for plant growth لأنها مهمة لنمو النبات and for animals and humans that eat ايه ولاد these plants ومهمة الحيوان والنبات اللي هو بياكل هذه النباتات. السؤال اللي بعده true or false and correct the wrong one. Number 1. Keeping the urine for long time in urinary bladder benefit the urinary system. يعني ولاد لما نحفظ البول فترة طويلة فين يا شباب في اليورينري بلادر في المثانة البولية هل هو benefit هيفيد الجهاز اللي ايه ولاد البولي؟ لا طبعا اجابة خطأ. المفروض بدل كلمة benefit هقول له يا ولاد هقول له harm يعني يا ولاد هيضر. Number 2 شباب بيقولي the two kidneys are located on both sides of heart. يعني يا ولاد الكليتين موجودين على جانبي القلب؟ لا طبعا الاجابة يا ولاد على جانبي ايه ولاد الباك بون عمود الفقري الباك ايه ولاد الباك بون. Number 3 air resistance decrease when car moves so fast. الاير resistance هتقل لما العربية ولاد تتحرك بسرعة. خطأ طبعا المفروض الاير ريزيستنس انكريز يعني ولاد مقاومة الهواء هتزيد لما العربية يعني تمشي بسرعة. 4. The heart has two sides. القلب عندي ولاد two sides. إجابة true. السؤال اللي بعده شباب write scientific term. Number 1.
The blood vessels that transfer blood from the heart to the lung. يبقى ال blood vessel يا ولاد اللي بينقل الدم من ال heart يوديه لإيه يا ولاد؟ ال lung. يبقى طالع من ال heart رايح فين؟ ال lung ده مين ده؟ pulmonary artery. pulmonary artery. Number two, a force opposes the motion of a boat in the river. يبقى ال force يا ولاد اللي عكس يا ولاد الحركة، عكس حركة ايه يا ولاد؟ القارب اللي موجود في النهر. يبقى طالما في قارب موجود في النهر يبقى مين يا ولاد؟ الووتر ريزيستنس، مقاومة الماء. Number three, thin loose upper layer which covers the earth's crust. طبعا الطبقة الرقيقة اللي بتغطي القشة الأرضية مين يا شباب؟ السويل، التربة. السؤال اللي بعد شباب، واللي mention one importance for the following، عايز أهمية واحدة لكل يا ولاد الآتي. نمبر 1 الكدني، الكدني يا ولاد هي الفلتر على طول، بتفلتر إيه يا ولاد الدم؟ أقول له فلتر بلاد فروم إيه يا ولاد؟ فروم يوريا، يوريك أسيد، إكسس سولت، أند ووتر. أقول له شباب أهمية الكدني، it filters blood from urea, uric acid, excess salts, and excess water. Number 2 roots of plant to the soil. أهمية يا ولاد roots of plant، جذور النبات بس لمين؟ للتربة. طبعا ايه يا ولاد؟ هقول له prevent soil erosion، يعني بيمنع تآكل ايه يا ولاد؟ بيمنع تآكل التربة. هقول له شباب زي prevent soil erosion، بيمنع تآكل التربة. وكمان يا ولاد لو عايزين فايدة تانية ممكن اقول له help soil to be cohesive، بيساعد التربة انها تكون متماسكة. Number 3 circulatory system، الجهاز يا ولاد الجهاز الدوري. طبعا الجهاز الدوري يا ولاد من اهميته ان هو يا ولاد ايه؟ بيعمل ترانسفير. ترانسفير يا ولاد بين ايه يا ولاد؟ الاكسجين ووتر اند ديجستد فود تو اول بودي بارتس، يعني بينقل الاكسجين والماء والغذاء المهضوم الى جميع اجزاء الجسم. قول له شباب ترانسفير اكسجين ووتر اند ديجستد فود تو اول بودي سيلز. تاني شباب ترانسفير اكسجين water and digested food to all body cells، يعني بين ايه يا ولاد؟ بين الاكسجين والماء والغذاء المهضوم الى جميع خلايا الجسم. السؤال اللي بعده شباب، choose the correct answer. Number 1 not our small bodies plays a role in blood coagulation when the body is wounded. يبقى يا ولاد اجسام صغيره وجسيمات صغيره جدا موجوده في الدم لها دور مهم في coagulation. Coagulation شباب يعني تجلط الدم، تكوين الجلطه الدمويه. When the body wounded عند ايه ولاد؟ لما الدم بيتجرح طبعا الصفائح الدموية اللي هي مين؟ البليتلتس. Number 2 water vapor and carbon dioxide are released by، طبعا الوتر فيبر بخار الماء وثاني اكسيد الكربون بيخرجوا منين؟ بيخرجوا من اللانجس، الرئتين. Number 3 nitrogenous waste يا ولاد are produced from breaking down of proteins. المواد النيتروجينية يا ولاد اللي هي اليوريا واليوريك اسيد بيخرجوا عن مين يا ولاد؟ نتيجة تكسير البروتينز. 4 the skin helps the body to get rid of، الجلد يا ولاد الجلد بيخلصنا من ايه؟ من السويت، من العرق. بعد كده يا ولاد سؤال بيقول لي what happen when، number 1 absence of fruits of plant from the soil، لو ما فيش ايه يا ولاد roots في النباتات في التربه. absence of fruits of plant يعني لو ما فيش ايه يا ولاد نباتات. طبعا يا ولاد يبقى الوقت هشوف اهميه الروت ايه وعكسها. يبقى اول حاجه يا ولاد the plant can't be fixed in the soil، النبات مش هيتثبت فيه يا ولاد في التربه. اقول له يبقى اول حاجه the plant can't be ايه يا ولاد؟ can't be fixed in the soil، وكمان soil erosion will occur، هيحصل تاكل ايه يا ولاد؟ للتربه بسرعه. يقول له شباب لو انا عندي absence للروتس plant can't be fixed in the soil، البلانت الشباب كانت بي فيكسد ان ذا سويل، النباتات مش هتتثبت في التربه. هقول له كمان سويل اروجن ها اوكيرز كويكلي، سويل اروجن اوكيرز كويكلي يعني يا اولاد يعني تاكل التربه هيحصل يا اولاد سريعا. السؤال اللي بعده شباب نمبر 2 بيقول لي باتس او بات ستريتشز اتس وينجز اون لاندنج، يعني الخفاش يا اولاد بيفرج جناحاته اثناء الهبوط. ليه يا شباب؟ تو انكريز air resistance، عشان يزود مقاومة الهواء. by increasing surface area to so يا ولاد so speed of landing decrease، وبالتالي سرعة هبوطه هتقل. قول له شباب to increase air resistance by increasing surface area so speed of landing decrease. to increase air resistance by increasing surface area so speed of landing decrease. السؤال اللي بعده شباب mentions three examples of plants that grow in clay, salt and sand soil. عايز يا ولاد ثلاث نباتات بيكبروا فين؟ في الكلي، وثلاث نباتات في السلت، وثلاث نباتات في
الساند سويل. اول حاجه عندي شباب الساند سويل. ها ايه اللي يا ولاد اللي بنزرع في الساند سويل؟ عندي يا ولاد الكاكتس نبات الصبار، عندي كمان يا ولاد البينات، عندي شباب البينات بين الكاكتس والبينات، وعندي كمان يا ولاد البوتيتوز البطاطس او السويت بوتيتو. يبقى هنا يا ولاد في الساند. تاني حاجه يا ولاد اقول له في الكلي تربه طينيه، عندي شباب في الكلي التربه الطينيه بنزرع يا ولاد الرايس الارز او الويت القمح والقطن. السيلت سويل بنزرع فيها يا ولاد الفواكه كلها زي الليمون، الليمون اورانج او ايه يا ولاد ستروبري، ستروبري الفراولة. سؤال بعد شباب واللي look at the above figures incomplete. نمبر 1 هنا يا ولاد، نمبر 1 لو بصينا عليها هنلاقي كدني الكلية. نمبر 2 يبقى هنا نمبر 3 خلي بالك. هنا نمبر 2 يا ولاد ده urinary bladder. urinary bladder. نمبر 2 نمبر 3 ureter. بقول write the function of number 2. نمبر 2 يا ولاد اللي هو اليوريناري برادر طبعا store urine temporarily until يا ولاد release outside the body، يعني بيخزن البول ايه ولا البول مؤقتا لحد يا ولاد ما يخرج خارج الجسم عن طريق اليوريثرا. قول له شباب it stores urine temporarily، يعني يا ولاد بتخزن البول مؤقتا until it released out through urethra، حتى يا ولاد يخرج ايه يا ولاد خارج الجسم عن طريق مجرى البول او اليوريثرا. It stores urine temporarily until it released out through urethra. سؤال بقى شباب correct the underlined word. Number 1 there is pushing force between bicycle tire and the road. يوجد يا ولاد قوة ايه بين اطار الدراجة والطريق طبعا friction يا ولاد الفريكشن فورس. Number 2 the upper chambers of the heart are called ventricles. يعني يا ولاد الابر تشامبر او الحجرات العليا يا ولاد في القلب اسمها يا ولاد اتريا. اتريا يعني الايه يا ولاد جمع اتريوم. نمبر 3 the lungs are the main organ in urinary system. طبعا مش اللانجز، امال مين يا شباب؟ الاهم عضو في الجهاز البولي الكدني الكليه. السؤال الاخير يا شباب بيقول لي compare between air resistance و water resistance according to ايه يا ولاد definition التعريف. عايز تعريف ديت وتعريف ايه يا ولاد دي. يبقى الاير ريزيستنس يا ولاد تعريفها ايه؟ هي type of friction force result from movement objects through air. يبقى هنا يا ولاد type of friction force result from moving objects through air، لكن الwater resistance يا شباب type of friction force result from moving objects through water. يقول له شباب الـ air resistance type of friction force result from moving objects through air، لكن يا ولاد الـ water resistance نفس التعريف هقول له type of friction force result from moving object بدل air هقول له يا ولاد هقول له water.